السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مريم تامر من مدرسة النور الخاصة. النهاردة هحكي لكم قصة من قصص الأنبياء. هحكي لكم قصة سيدنا يونس. سيدنا يونس ربنا أنزله في قرية. القرية دي كان أهلها كلها كفار، مكانوش بيعبدوا ربنا وكانوا بيعبدوا الأسطر. فكل ما يجي يقول لهم إذا ربنا يقعدوا يقولوا لأ، لحد ما سيدنا يونس غضب منهم جامد وساب القرية من دون إذن ربنا وراح لساحل البحر. وأول ما راح لساحل البحر لقى سفينة محملة بناس والبضائع بتاعتهم. وبعد ما هو كان في نص البحر كده جت موجة عالية جدا وقعدت تهز السفينة جامد ورمى البضائع بتاعتهم كلها، وقرروا إن هم هيرموا واحد من اللي في السفينة وعملوا قرعة. وكل ما يجوا يشوف الاسم اللي في القرعة يجي سيدنا يونس، لحد ما سيدنا يونس رمى نفسه. ومين بقى اللي كان مستنيه؟ الحوت. أول ما سيدنا يونس نزل الحوت بلعه وما أكلهوش، هو بلعه في بطنه وقعد يستجيب لربنا ويدعي لربنا كتير ويقول اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لحد ما ربنا سمعه وخلى الحوت ينزله على جزيرة. ولما راح الجزيرة وقعد فيها ربنا أنبت له شجرة يقطين وورقها كبير جدا عشان لحيث إن سيدنا يونس يقعد تحتيها ويبقى في الظل. وبعد كده مشي لقريته تاني وخلى الناس تدعي لربنا، والناس بدأوا يسمعوا كلامه ويدعوا لربنا. باي باي، يا رب كون في التقوى.